ازيكم يا حلوين، وجيت لكم في فيديو جديد. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك للفيديو وتعملي كومنت حلو. زيك انا مش عارفه بقالي كام يوم بشتري شويه حاجات. المحل ده برضو لقيته منزل عروض فظيعه ملهاش حل، فحبيت ان انا اقول لكم برضو عليه. المحل ده ليه فرعين، هو ده اسم المحل اهو، وعنده شنط واحذيه وعنده اكسسوارات وادوات منزليه. هو كبير وعنده كل حاجه اهو. اول فرع 9 شارع مصطفى حافظ محطه العرب جسر السويس، وتاني فرع اللي هو اول شارع الخارجه امام محطه مترو المطريه. الفرع اللي هو في المطريه ده اللي انا روحته اهو. لقيت، بصوا بقى، عنده الاطباق دي، شوفوا شكلها حلو ازاي، شوفوا ومرسومه كده اهي. تخيلوا بقى الطبق ده بكام. الطبق ده ب5.50 جنيه اهو، السعر مكتوب عليهم، شايفين؟ جميل، والخامة بتاعته حلوة قوي، جبت منه 6. وعنده بقى حاجات سكين كير وحاجات ميك اب، وعنده كل حاجة يعتبر، مش عارفة. وعنده لعب اطفال وعنده شرابات. وجبت للولاد بقى كيس بلالين اهو، الكيس ده فيه 100 بالونة اهو ب15 جنيه، 100 بالونة ب15 جنيه. والرسيت اهو. ودي شنطة ميك اب حلوة قوي وصغنونة كده على قد الشنطة، وب5 جنيه، يعني انا مشفتش السعر ده قبل كده بصراحة. بصوا بقى التوكة العسل دي، هي بصوا فيونكة كده توك، ومعاها التوكة الفيونكة دي تحط كده على الشعر من ورا، ومعها الكليبستين دول، كل ده ب7.50 جنيه، يعني دي كده على بعضها ب7.5 اهو. السعر اهو جميلة والسعر تحفة، انا مشفتش الاسعار دي قبل كده. والشرابات دي بصوا خامتها، خامتها تحفة، خامتها حلوة جدا. دول بناتي هم، التلاتة ب10 جنيه. والاكسسوار ده بصوا، دول كده حظاظتين في الايد بناتي مكتوب عليها لاف اهي، الاتنين ب5 جنيه، شايفين؟ دي فيها 2 اهي. بصوا بقى، والمشط ده كده، دول الكيس ده فيه مشتين اهم، مشط واسع ومشط ضيق، الاتنين دول تخيلوا بكام؟ ب3.5 جنيه. يعني بصوا السعر، انا مشوفتش الاسعار دي بجد في اي حتة. بصوا الطقم ده 3 اطواق كده مع بعض بنانيتي، التلاتة ب7.5 اهو. والتوكة الجميلة دي بصوا، دول كده 2 مع بعض اهو، من الاتنين برضو ب7.5. وبصوا بقى السلسلة اللي هي عباد الشمس، اللي هي طلعت موضة ومكسرة الدنيا والناس كلها بتبيعها غالية، عندهم، استنى اقولكوا بكام، عندهم ب7.5 جنيه. وجميلة شكلها، بصوا حلوة ازاي. ودي برضو زي اللي انا وريتها لكم من شوية الحظاظات، بس دي شكل قلب كده، تانية كانت لاف. دول برضو الاتنين ب5 جنيه، بصوا من وراء الفيل كده، جميلة اوي. وكمان مش هتصدي لانها بصوا زي اسمه ايه البلاستيك ده، خامة بصوا احمر فابيض واسود، شكلهم حلو اوي. وعلى الايد دول مع الساعة كده بتبقى حلوة اوي. وبصوا مية الورد دي جميلة جدا اهي، فتح كده للبشرة. دي الازازة اهي، شوفوا ب12.5 جنيه، انا كنت بجيبها من برا اغلى من كده اهي، اللي هي سحر الشام دي. والتوكة الاستيك العادية دي عندهم ب5 جنيه، وكبيرة. ودي جبت من عندهم رموش مغناطيس كمان، يعني مش عارفة ازاي بصراحة. بصوا بكم، ب10 جنيه. الاسعار انا كنت جايبة العادية ب35، وعادية مش مغناطيس ولا حاجة. دي بصوا المغناطيس، وحلوة طويلة مش صغيرة، ب10 جنيه. يعني انا مش عارفة هي الحاجة دي ايه. بصوا بقى المحفظة دي، دي محفظة رجالي اهي كده، وفيها من جوه ورقة كده للكروت والحاجات، وهنا وهنا. بصوا جميلة وخامتها حلوة والجلد بتاعها كويس مش وحش، ب30 جنيه. وفي منها الوان، في البني الغامق وفي الاسود، في منها كذا لون. معلش بقى عشان انا بصور بايد واحدة.
والحمام الكريم ده، دي كلها اهي، دي ب17.5 جنيه، اللي هو ده انا جبت منه قبل كده الشامبو بتاعه كان جميل، والبلسم ده حمام كريم اهو بخلاص زبدة الشيا جميل، وكنت جايبه اغلى من كده بكتير. ده بصوا عاملين عليه عرض برضو ب17.5، وفي هناك البلسم بتاعه والاسيتون ده ب3.5 جنيه. وبصوا بقى التوك دي برضو ب3.5 جنيه اهي سعرها. بصوا جميلة ازاي، طبعا البنات بقى بتحتاج الحاجات دي. بصوا دي كبسولة الماسك اهي، جايبة منها 5، دي الواحدة بجنيه عندهم، وده اللي هو السويت اللي طالع جديد ده ب11.5 جنيه اهو، عندهم منه علب وعندهم منه حاجات تانية كتير يعني انواع. وده الماسك اهو اللي هو التقشير صنفرة اهي، دي عندهم برضو ب10 جنيه. بصوا وفي طبعا بروايح كتير هناك، والساعة بقى دي خليها بقى لاخر الساعة دي. وعندهم المانيكير ده اهو، ده فوشي على فكرة، وده احمر، دي بتاخدي واحدة، الواحدة ب15 عشان نوعها حلو، الواحدة ب15 وبتاخدي دي هدية، يعني هتقف عليك الواحدة ب7.5 جنيه، فالصراحة تحفة يعني وجميل، يعني لونه على الايد حلو. وعندهم برضو شرابات ولادي اهي، جايبهم لابني برضو، التلاتة ب10 جنيه، وعلى فكرة خامتهم حلوة قوي اهم. بصوا ودي الوانه اهي، وفي طبعا الالوان اللي انت عايزاه، وفي للكبار برضو بنات، وفي للشباب، يعني في احجام كتير. وهي دي زي اللي فاتت بس لون تاني برضو ب3.5. الساعة دي بقى معلش عشان انا بصور بس الايد واحدة، اهي الساعة المغناطيس طبعا كلنا عارفينها بكام برة، وشغالة اهي لو شايفينها. دي عندهم جميع الالوان، عندهم الاسود وعندهم الفدي وعندهم النبيتي وعندهم الجولد، دي ب19 جنيه، يعني مش مكملة 20 جنيه، انتوا متخيلين؟ بصوا اهي الساعة في الايد اهي، شايفين حلوة ازاي، جميلة، وطبعا 19 جنيه، يعني مش مبلغ اهي. طبعا على الحظاظات اللي احنا جايبينها دي، اللي هي دي لو تلبسي منها جنبيها هتبقى طبعا تدي شكل حلو قوي. طبعا ده ملكوش دعوه بيه، كنت بجرب المانيكير هناك. عندهم بقى الوان مانيكير كتير، عندهم حاجات للبشره كتير، عندهم جميع انواع الماسكات تقريبا، وكلها عليها عروض، وعندهم ميك اب اوريجينال وميك اب كوبي، عندهم الاثنين، يعني كل حاجه انت عايزاها هتلاقيها، ادوات منزليه، شرابات، عندهم نظارات هناك برضو حلوه قوي، واكسسوارات بقى دي كتير، وكلها 7.5، 10 جنيه، 5 جنيه، وفي اكسسوارات للاطفال، عندهم كل حاجة. فنصيحة مني انزلي وجربي ومش هتخسري حاجة. الفرع القريب ليك انزلي، هما فرعين، فهو حلو قوي هيعجبك وهتاخدي منه حاجات كتير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لك كل جديد. باي باي.